أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير. كما أشار مدبولي خلال لقاء مع القطاع الخاص السعودي إلى أن عدد الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة تجاوز 5700 شركة، مؤكدا أهمية توقيع مصر للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي أتاحت لها الدخول إلى أسواق الكثير من دول القارة. مصر زي ما حضراتكم عارفين موقعة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الكيانات المهمة، وعلى رأسها أفريقيا. هناك اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية اللي من شأنها إنها دلوقتي دخلت حيز النفاذ، وبدأنا في تفعيلها مع كل الدول الأفريقية. أعتقد إن فكرة الشراكة والتكامل ما بين المستثمرين المصريين والسعوديين في إنشاء كيانات من شأنها إنها تستفيد من هذه الاتفاقية هيكون شيء شديد الأهمية، ونستطيع من خلاله فعلا أن يعني مش هقول اللفظ ولكن نقوله مجازا أن نغزو الأسواق الأفريقية، لأن لدينا إمكانيات وخبرات هائلة في الجانبين، ورؤوس الأموال متاحة من الجانبين أيضا. وواضح تماما يعني الحقيقة إحنا عايز أقول لحضراتكم يعني بدأنا استشراف الأسواق الأفريقية من خلال العديد من المنتجات المصرية، وجدنا يعني حالة من الاحتياج الغير مسبوق في الأسواق الأفريقية.